هل الحكومه هنا او الوزاره بتعاقب المصدر اللي اضر بسمعه مصر؟ طبعا طبعا في قرار من رئيس الوزراء بان احنا نوقف التعامل مع اي مصدر ثبت مخالفته للاجراءات او تلاعبه في مستندات او في شحنات. ايقاف التعامل بس. ايقاف التعامل كحجر زراعي معاه، وبالتالي مش هيقدر يصدر، لان ما حدش يقدر يصدر اي منتج زراعي من غير شهاده الصحه النباتيه اللي بيصدرها الحجر الزراعي المصري، ما بتتقبلش في اي دوله بدون الشهاده دي. فهو لو احنا وقفنا التعامل معاه فهو بالفعل وقف، مش هيقدر يشتغل ولا يقدر يصدر لاي بس دولة. هياخد المنتج ده وينزله في السوق المحلي. هو على حسب المشكله بقى بالظبط ايه. لو هي مثلا مشكله تخص سلامه صحه المواطن، فبتتحول للهيئه القوميه لسلامه الغذاء، هي اللي بتتصرف فيها طبقا لقوانينها وتشريعاتها، لان ده ما يخصناش. لو هي بقى مثلا تلاعب مصدر في مستندات، زور حاجه، جاب ورقه مكان ورقه، تلاعب في الشحنه، احنا فحصنا شحنه وراح غيرها وحط شحنه ثانيه عشان يصدرها وتم اكتشاف الكلام ده، فبيتم التلاعب معاه والبضاعه هي بتبقى سليمه وما فيهاش مشكله، فبتنزل للسوق المحلي. كل سنه بنزيد سنويا قد ايه في الصادرات؟ والله احنا بقالنا دلوقتي يعني دي السنه الخامسه على التوالي احنا في معدلات عاليه جدا، تخطينا 5 مليون طن في 2018 لاول مره تاريخيا، والحمد لله السنه دي احنا برضه اول مره تاريخيا تخطينا 6.4 مليون طن. السنه اللي فاتت كان اعلى سنه في التاريخ صادرات الحصلات الزراعيه المصريه 5.6 مليون طن، السنه دي الحمد لله 2022 6.4 مليون طن، ونامل ان شاء الله انها تزيد. ايه اكتر منطقه بتطلع منها محاصيل زراعيه للتصدير؟ هل طريق القاهره اسكندريه الصحراوي وطريق اسماعيليه؟ ايه المدن يعني؟ النبريه، مركز النبريه، مركز بدر في البحيره، دول من اكبر المناطق. بالنسبه مثلا لو في محاصيل معينه زي اسيوط مثلا عندها الرمان منتشر جدا، لما نقول رمان يبقى بيطلع تقريبا بنسبه كبيره اكتر من 60% من اسيوط. في مثلا البصل من بني سويف ومن سوهاج ومن مدن الصعيد، المانجا من اسماعيليه، فبالتالي في بعض المناطق كده مشتهره ببعض الاصناف اللي بنقدر ان احنا نشوف اذا كان الصنف دوت مميز بشكل ما وبيتم تصديره منها، مثلا زي العنب، طريق الصحراوي كله عنب بيصدر منه كميه كبيره جدا، طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طيب حضرتك من شويه كنت بتتكلم على قيمه مضافه للمحصول الزراعي. مظبوط. بيكسب الفلاح اكتر والمصدر. بالظبط. ايه هو المحاصيل اللي ممكن نعمل لها قيمه مضافه وايه شكل القيمه المضافه؟ يعني مثلا عندنا الموالح احنا بنصدرها بشكل خام. لو انا ركزت في ان انا اعمل مركزات للموالح زي البرازيل، البرازيل اكبر منتج موالح في العالم، شجر الموالح موجود في الشارع بدل الفيكس اللي موجود عندنا هنا في مصر، هم عندهم شجر موالح. بيجمعوا المحصول وبيعملوه مركزات وعصائر وبيصدروه. فانا لو قدرت ان انا اوصل للمرحله دي فانا هزود واعظم لتر العصير اغلى بكتير جدا من 5 كيلو برتقال. فانا بالظبط يبقى بودره عصير بالظبط كده مركزات. بالنسبه للبصل، البصل انا اقدر ان انا اعبيه للاستهلاك المباشر للسوبر ماركت، او اقدر ان انا اجففه واطلعه باودر، بصل باودر او توم باودر. ديت الدبس الرمان ومنتجات الرمان اللي بتخش في صناعه الدواء غاليه جدا بره، لكنها بتطلعه الرمان خام فبيبقى سعره اقل بكتير. طب هل عملنا يعني توعيه للفلاحين؟ بالظبط. هل ده دوركم؟ هو مش دورنا بس، بالفعل الدوله خدت على عاتقها تطوير الموضوع دوت فيما يخص بالذات مزارعي رمان اسيوط، وبالفعل جاري في الوقت الحالي وضع خطه لاستفاده قصوى من الرمان في اسيوط، وبيبنوا دلوقتي مصانع وبيجهزوا الناس وبيدوهم دورات عن ازاي ان هم يستغلوا الرمان بشكل كبير جدا ويقدروا يصدروا. في مصنع مركزات رمان بيتصنع بيتبني دلوقتي في اسيوط عشان خاطر يصدر منتجات الرمان مش رمان خام. هل المزارع دي والاستثمار فيها مربح بشكل كويس؟ طبعا. بحيث المزارع يواصل اكتر واكتر، ولا علشان يبقى مربح لازم عدد كبير من الفدادين؟ هو بالظبط يعني هي المشكله اللي بتقابل كل الفلاحين هنا في مصر هو تفتت الحيازه، ان هو بيكلف على مساحه صغيره فالتكلفه بتبقى عاليه جدا، لكن انا لو هكلف على مساحه كبيره فهتبقى التكلفه اقل بكتير جدا، سواء بقى في الاسمده او في الري او في اي او في العماله. فبالتالي احنا في منظومه التكوير الجديده احنا اتحنا ان الكيانات اللي هي المزارع الصغيره المتجاوره ان هم يضموا مع بعض ويقدموا طلب واحد ويكودوا مع بعض عشان خاطر يقللوا التكلفه عليهم. عملنا ايه او ازاي قدرتوا
توجد حلول لمشاكل اضطراب سلاسل الامداد والتموين. هو ده مش دور الحجر الزراعي، لكن الحجر الزراعي بيحاول ان هو يامن الفود سيكيورتي او الامن الغذائي، ان يبقى بالفعل المنتجات اللي جايه من بره تنجز افراج عنها بسرعه، بحيث ان احنا نقدر نامن الدوله من السلع الاستراتيجيه المهمه زي القمح والذره وفول الصويا. فبالتالي انا بحاول ان انا اعمل تيسيرات بما لا يضر بالثروه الزراعيه المصريه للمحاصيل دي عشان خاطر أأمن سلاسل الإمداد. لكن سلاسل الإمداد بقى الداخلية ديت لها جهات تانية زي وزارة التموين والهيئات المسؤولة عن سلاسل الإمداد، لكن الحجر الزراعي مجرد دوره بينتهي مجرد ما هو بيفرج عن البضاعة من المينا. يعني في نهاية اللقاء أشكر حضرتك مهندس سيد عباس رئيس المكتب الفني للحجر الزراعي. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة. شكرا.